هنبدأ مع محمد صلاح وتجديد العقد مع ليفربول. عايز أعرف منك التوقيت، هل ده التوقيت الأنسب للإعلان عن تجديد العقد، وهل ده التوقيت الأنسب كمان لمحمد صلاح؟ كمان مدة العقد طويلة شوية؟ لا، 3 سنين يعني يعتبر مناسب جدا لليفربول ومناسب جدا لمحمد صلاح، على اعتبار انه هيبقى عن 33 او على مقربه من 34 سنه، فبالتالي ليفربول مش هينتظر للحظه الاخيره اللي صلاح بينهي فيها او النجم الاول بتاعه بينهي فيها. هو كذلك في التوقيت ده يعني هيكون محمد صلاح يعني مؤكد بيتراجع شويه في المستوى، السن بيتقدم فبيتراجع مردوده البدني، فالتوقيت جيد جدا. توقيت اختيار طبعا تجديد في هذه الفتره بدري مش متأخر، قبل الفريق ما يبتدي الموسم، قبل ما يبتدي فترة الإعداد، أثناء فترة الاستجمام، فحسم مصيره مبكرا، وليفربول أيضا كان حاسم. بشوف إن الاختيار ليفربول هو الاختيار الأمثل، وأنا ضد وجهة النظر اللي بتقول إن صلاح رفض المغامرة أو رفض المقامرة، وإنه اختار الاختيار الآمن أو البقاء في المنطقة الآمنة، لأن ليفربول مش المنطقة الآمنة. ليفربول اللي قدم واحدة من أفضل مواسمه على مدار تاريخه، ما عرفش يكسب البريمير ليج ولا يكسب دوري أبطال أوروبا، فبالتالي البقاء في هذا المكان لا يضمن التتويج بالبطولات، لكن ده أنت أقبلت على تحدي قوي جدا وشرس جدا، قبلت أن أنت تفضل واقف في نفس الدايرة اللي فيها أشرس وأقوى صراع. ربما كان الامور اهدى شويه في الليجا الاسبانيه مع ريال مدريد، كان اسهل انك تتوج بالليجا في ظل تراجعها وفي ظل تراجع المنافس برشلونه، كان اسهل مع باريس سان جيرمان ان انت تحقق المطالب الماديه الاعلى وتتوج ببطولات ايضا. فانا اعتقد ان محمد صلاح اختار الاختيار الاصعب والاختيار الافضل في نفس التوقيت. عظيم. يورجن كلوب قال ان هو اللي ساعد في اتمام هذه الصفقه واقنع الاداره بالتجديد لمحمد صلاح لانه عنده مشروع جديد ومحمد صلاح هيساعده في هذا المشروع. هو يورجن كلوب قال كده لان تجديد صلاح كانت عمليه معقده وصعبه للغايه، وخليني اقول بكل ثقه ان محمد صلاح اخضع اداره ليفربول لكل شروطه وكل طلباته، وربما محمد صلاح هو النجم الوحيد في تاريخ النادي اللي قبلت الاداره بتقديم تنازلات معاه. بمعنى ايه؟ هل كانت شروطه ماديه فقط؟ لا، كانت شروط اصعب من كده، لان صلاح يعني في مارس الماضي اكتر من تقرير انجليزي ذكر ان صلاح ليه 3 شروط. الشرط الاول تحسين وضعيته بالفريق. يعني ايه تحسين وضعيته بالفريق؟ دي كان ليها اكتر من تفسير، لكن كان التفسير الواضح جدا جدا ان صلاح شاعر بانه مش واخد احقيته كنجم في ترتيب الكباتن قائد الفريق شرط الكابتن، مش حاسس انه مقدر او قيمته مقدره بالشكل الكافي كنجم بيحقق ارقام ابعد من ناس كتير جدا. المنافسه مع ساديو ماني، ساديو ماني بيطمع طوال الوقت انه يبقى يقاسم صلاح مكانه الرجل الاول، وده مش حاصل رقميا، صلاح شايف نفسه وده الحاصل حقيقي ان هو فعلا الرجل الاول وبمسافات. فبالتالي كان باين من اللحظه دي ان واحد من الاثنين بس هيكمل، صلاح او ساديو ماني. ليفربول لم يقدم العرض المغري لساديو ماني، ما كانش متمسك بيه، يعني لو عندك حاجه يلا توكل على الله، ففتح الباب. فده كان خضوع لرغبه غير مباشره لصلاح. مش عايز اقول صلاح تسبب في رحيل ماني، لكن لا، كان واضح ان الاثنين مش هيكملوا مع بعض. ده كان الشرط الاول. الشرط الثاني لمحمد صلاح كان تحسين الفريق بما يسمح بالاستمراريه والتنافسيه على الالقاب. يعني ايه؟ انا عايز صفقات، كفايه بخل. هنا ليفربول هذا الموسم اشترى اغلى مهاجم في تاريخ ليفربول وربما في تاريخ الدوري الانجليزي، صفقه تقارب 100 مليون يورو، داروين نونز مهاجم بنفيكا البرتغالي. فهنا ده طلب تاني من مطالب صعبه جدا، وفي كمان صفقات تانية، كارفالو جناح واعد جاي من فولهام، لاعب هايل جدا جدا هنتفرج عليه السنه دي، في تفاوض مع لاعب وسط من اسماء كبيره راصد ليفربول ميزانيه ضخمه، فبالتالي دي ايضا استجابه لمطالب صلاح لو عايز فريق يظل ينافس بصفقات قويه. الطلب الاخير والطلب الثالث كان البعد المالي. صلاح ربما طلب اكتر مما خد، لكنه في النهايه في النهايه خد رقم كبير جدا، وهو الاغلى في تاريخ النادي ويتجاوز سقف الحدود اللي بيحطها ليفربول. فبالتالي ليفربول معروف بشخصيه اداريه عنيده جدا، حاجه كده تشبه نادي الاهلي، صعب نجم يكسر قواعده. لكن اللي انا بشوفه ان محمد صلاح حقق انتصار كبير جدا، وخلينا نقول يعني في ناس تقول يعني هو محمد صلاح اقوى من اداره ليفربول. انا عايز اقول يا جماعه ان محمد صلاح بيعامل معامله ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو في
اشخاص استثنائيين. الجماهير الانجليزيه نفسها بتحبه. صحيح، هو 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 حاله استثنائيه. فانت مضطر تكون اكثر مرونه مع شخص قدام صلاح، لان انت مدرك كويس جدا طبيعه الخسائر، لان رحيله خساره طبعا، خسائر غير طبيعيه ماديه وتسويقيه وفنيه وكتير جدا جدا، فصعب طبعا. محمد صلاح برضو كان طالب انه عقده يجدد 4 سنوات، هو لسه فاضل في عقده بالفعل سنه، وثلاثه باربع سنوات يعني، يعني هو بالفعل في سنه والعقد اتجدد سنتين، صح كده؟ لا، تم تجديد العقد 3 سنين، 3 سنين غير السنه اللي موجوده، يبقى 4 سنوات. ولا صحيح. بس يعني اللي كان متداول ان هي سنه، ان السنه اللي جايه اللي فاضله في عقده وسنتين تانيين، يعني 3 سنين بالسنه اللي فاضله له. لا، تجديد العقد 3 سنين وسنه، ويبقى 4 سنين. صلاح مستمر سنتين بس. لا، سنتين بس جديد، مستمر حتى 26 25 25 يبقى سنتين بس. يعني التجديد سنتين بس مع السنه القديمه المتبقيه في عقد. بالظبط. يعني ايه اللي يمنع ليفربول بعد كل التنازلات اللي انت اتكلمت عليها؟ لا، انا اعتقد ليفربول يكون حريص اكتر من صلاح على انه يمد العقد شويه. يعني يعني صلاح دلوقتي في صالحه ان يكون مده العقد اقل، لانه ما هو اللي حاصل العكس، هو كان طالب 4 سنين، العقد جدد سنتين غير السنه اللي انا صراحه ما قريتش ان صلاح كان طالب 4 سنين، يعني ما عنديش معلومه بده، ما قريتهاش، لكن موجوده في بعض التقارير. يعني خلينا نقول انها اجتهادات في النهايه. انما لصالح صلاح ان تكون مده تعاقده اقل، يعني ايه؟ لما يكون مدته اقل فيبقى عنده قدره اكبر على التفاوض بالرحيل، او ان هو يطلب راتب اعلى في مكان تاني. فلصالح صلاح انه كان يطلب مده تعاقد اقل، دايما النادي هو اللي بيسعى ان يكون ارتباطك بيه بمده اكبر. فبالتالي انا بشوفها في صالح صلاح في النهايه. يعني انا ما قريتش تفاصيل العقد كويس، بس انا يعني شفت بيان النادي ان هو عقده طويل الامد، فطويل الامد اعتقد انه كان يبقى لمده اطول من كده يعني. طيب انت بتقول انه كان في منافسه، يا هيظل محمد صلاح يا هيبقى ماني، لكن اللي حصل ان ماني رحل وبقي محمد صلاح. شكل اللعب هيكون عامل ازاي في غياب ساديو ماني؟ انا خليني اقول اني يعني بكل وضوح يعني قلق جدا على ليفربول في غياب ساديو ماني، لان ساديو ماني هيترك اثر كبير جدا في الفريق. اولا لانه رجل فاعل جدا في كل اماكن الملعب وفي كل الادوار اللي ممكن يقوم بيها ساديو ماني. احيانا انت بتحتاجه في عمليه تطوير اللعب فبينزل تحت كتير، واحيانا بتحتاجه في الانهاء بيبقى بيفنش بشكل كويس جدا، احيانا بيلعب على الطرف، احيانا بيلعب في العمق كمهاجم صريح. تضيف لكل ده انه لاعب ما بيتصابش خالص، فدي ميزه عظيمه جدا انك تمتلك مهاجم قوي بدنيا، فعال جدا على المرمى، بيصنع ويسجل وبيعمل كل شيء، وفي النهايه لا يصاب. عدد مرات ساديو ماني، اصابه ساديو ماني في الموسم قد تساوي صفر. فدي يعني دي بتحسب كده وانت بتمضي العقد او بتقيم قيمتك التسويقيه انك راجل ما بتتصابش. فانا اعتقد ان هو هيسيب اثر كبير في الفريق، وهيحتاج نونز بعض الوقت علشان يتأقلم على اجواء بريمير ليج، وطريقه لعب البريمير ليج مختلفه تماما عن كل الدوريات. نونز مهاجم خارق، مهاجم غير عادي، قدرات مش طبيعيه، لكن في النهايه هيحتاج شويه وقت، غير انه مش بنفس مرونه ماني في انه بيلعب اكتر من دور وبيلعب اكتر من مركز. فاعتقد بالتاكيد ساديو ماني هيسيب اثر كبير في ليفربول.